تحدث الكثير من المواقف في حياتنا، وتتحول هذه المواقف إلى واقع لا نريده. موضوعنا اليوم مرحلة من العمر لا بد من المرور منها. كم هو مؤلم أن تخسر أشياء لم تكن في حسبانك خسرانها، أن تفتح عينيك يوما على واقع لا تريده، أن تحصي عدد الانتكاسات فيعجزك العد، أن تتمنى عودة زمان جميل قد انتهى، أن تتذكر إنسانا عزيزا رحل بلا عودة، أن تكتشف أن لا أحد حولك سواك، أن تقف أمام المرآة فلا تتعرف على نفسك، أن تنادي بصوت مرتفع فلا يصل صوتك، أن تشعر بالظلم وتعجز عن الانتصار لنفسك، أن تبدأ بالتنازل عن أشياء تحتاج إليها باسم الحب، أن تضطر إلى تغيير بعض المبادئ لتسير الحياة، أن تضطر يوما إلى القيام بدور لا يناسبك، أن تعاشر أناسا فرضت عليك الحياة بوجودهم في محيطك، أن تغمض عينيك على حلم جميل وتستيقظ على وهم مؤلم، أن ترى الأشياء حولك تتلوث وتتألم بصمت، أن بداخلك إحساس مقلق بأنك تسببت في ظلم إنسان ما، أن تجد نفسك مع الوقت قد بدأت بالتنازل عن أحلامك واحدا تلو الأخرى، أن تضحك بصوت مرتفع كي تخفي صوت بكائك، أن ترتدي قناع الفرح كي تخفي ملامح الحزن وجهك الحقيقي، أن يداخلك إحساس بأنك سبب تعاسة إنسان، أن تقف عاجزا عن الإحساس بشعور جميل يتضخم به قلب أحدهم تجاهك، أن تكتشف أنك تمثل شطرا عظيما من خارطة أحلام إنسان ما، وتدرك خذلانك المسبق له، أن تمد يدك لإنقاذ أحدهم فيسحبك لإغراقك معه، أن تشعر بأنك خسرت أشياء كثيرة لم يعد عمرك يسمح باسترجاعها، أن تلتقي شخصا شاطرك نفسه يوما فتكتشف أن مشاغل الحياة قد غيبتك عن ذاكرته تماما، أن تكون من أصحاب الأحاسيس التي لا تكذب وتتضخم بإحساس أن أحدهم قد يغادرك قريبا، أن تبتعد عن من يهمك أمرهم لدرجة ألا تعلم بنبأ رحيل أحدهم إلا صدفة، أن ترى في منامك حلما مزعجا وتبقى أسيرا للحظة حدوثه واقعيا، أن يداخلك شعور بالشك في كل ما حولك حتى نفسك، أن تنام وفي داخلك أمنية ألا تستيقظ أبدا، أن تمر عليك لحظة تتمنى التخلص فيها من ذاكرتك، أن تجلس مع نفسك فلا تجدها، أن يتغير الذين من حولك فجأة وبلا مقدمات تؤهلك نفسيا لتقبل الأمر، أن تطرح على نفسك أسئلة لا تملك القدرة على الإجابة عليها، أن تصافحهم باستفساراتك فيصفعونك بإجاباتهم، أن تفني نصف عمرك بزراعة الورد في طريقهم وتفني نصف عمرك الآخر لتجنب أشواكهم التي زرعوها في طريقك، وأن تكتشف بعد فوات الأوان أنك مدرج لديهم في قائمة الأغبياء، أن تحمل هديتك لإنسان يتفنن في إغلاق الأبواب دونك ودونه، أن تكتشف أنك تكتب لإنسان يقلب حزنك وفرحك في ملل، أن تلوح مودعا لأشياء لا تتمنى توديعها يوما، أن تبكي سرا فقط لأن أحدهم أقنعك يوما بأن البكاء
نوع من أنواع الضعف الإنساني، أن تصل يوم إلى قناعة أن كل من مر بك أخذ جزءا منك ومضى. أصدقائي، إن أدركتم قيمة هذا المقال اتركوا تعليقا مناسبا له، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس تشجيعا لنا بنشر المزيد. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.